على باليوتيوب مليان بالاساطير. النهارده هنشوف مين اجمل واحد فيهم. السلام عليكم، ازيك يا صاحبي؟ عامل ايه؟ يا رب تكون كويس. النهارده فيديو خطير على البشريه. ايه اللي انا بقوله ده؟ النهارده فيديو تقييم جمال اليوتيوبرز. استنى الناس قبل ما تشتم وتقول لي فين انت اصلا عشان تكعيب، بس في المرايه الاول. شايفك استنى، مش انا اللي هقيم، ده موقع اسمه ام بيوتيفول اور اجلي. الموقع ده تحط فيه صوره وهو يقيم بقى ويقول لك النسبه كام من 100. وتحط كده اسمح للناس الاول قبل ما تحكم يا استاذ. طبعا يا شباب لازم تعرفوا ان الكمال جمال الروح. وانت حمودي بسم الله ما شاء الله عليك دي زفخه. بلا سبب حاجه، بس بجد قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الانسان في التخويف خلق الله العظيم. فكل خلق الله جميل، ولكن الفيديو هو بس غرضه الهزار والضحك كده. تمام، بس استنى تروح في وردي كده. ايه ما اشتركتش؟ لا 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 لا. ولا حطيت لايك كمان؟ والله زعلتني. تعمل ايه يا اسطى؟ واذا ما كنتش مشترك؟ اشترك يا عم اشترك. وحط لايك برضه خليك جدع بقى، ربنا يسعدك. طيب اول واحد هو فعلا اول واحد، لان ده اول يوتيوبر انا تابعته في حياتي، كان لازم ابدا بيه. الاسطوره وليد الحوبي. بس حاجه عايز اقولها، الصور دي كلها انا جايبها من انستجرام. يعني مش عارف ليه قلت كده، بس يعني اظن دي معلومه ممكن تكون مهمه. هنظبط الصوره. بص عامل ايه كده؟ اظن كده تمام. ويقول لك بقى حدد معالم الوش يعني، ويقول لك اختار اللي هنا ومش عارف هنا عشان يظبط بقى التخييم يجي مظبوط ما بقاش فيه ظلم. طب هو اعتبر اللي يورو بتاعه ماشي. اديني ها اديني التخييم. اديني 55. حرام عليك اقسم بالله 55. يقول لك وايت فيس، وش عريض ازاي؟ فور هيد تو سمول. مش والله ما فاهم، استنى ترجمها. مفيش تعليم مجاني. وجه واسع والجوهة صغيرة جدا وضيق المسافات بين العينين وأنف جيد الوجه، دي حاجة حلوة يعني. حجم الفم الطبيعي، والله العظيم الواد بتاع ده بيقول أي حاجة يا جدعان. ده فيديو زار بس ضحوبي 55. أكتر من كده ضحوبي 55. هتشوف في الآخر مين هيبقى أعلى واحد. تاني واحد أفضل يوتيوبر في اليوتيوب العربي. عربي إيه؟ في اليوتيوب عموما أهم شخص في القرن الواحد وعشرين. أهم شخص في القرن الواحد وعشرين. أسطورة. الدحية بساعة طلع عينها ما جبتوش، الصورة دي انا جبتها من جوجل. بس يعني صورة زي الفل وبيضحك وعسل يعني. طيب للأسف حصل شوية مشاكل فردية كده وتصوير وقف، لكن يعني اللي اتشال مش كتير. الدحية طلع تقييمه 45 زي ما باين قدامكم في الصورة، واليوتيوبر اللي بعده هو أحمد تو كبل بقى. وتديك تو شو 66 يعني نسبة مش أعلى حاجة، بس هو يعتبر أعلى واحد. يقول لك وشه عريض بس حجم الراس طبيعي، يقول لك مناخيره كويسه. المهم احمد شو هو الاعلى في الليسته لحد دلوقتي 66. رابع واحد هو اكبر يوتيوبر جيمر عربي، واللي بكل قلبي احب ابارك له ال 40 مليون على اساس ان هو هيشوف الفيديو. اتمنى بصراحه، بس يعني بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. 40 مليون رقم خرافي، ان شاء الله ربي يزيده اكتر واكتر، لانه بجد يستاهل كل خير. الاسطوره. الناس ما كانتش عارفه من الاول يعني. طيب وادي الاسطوره مفله، مش عارف هل النضارات هتاثر، اتمنى لا. وانا اصعب حاجه انك تظبط الصوره، جبهه كبيره شويه معلش. لازم مفله 70 الاعلى، وربي يستاهل. الشكل بتاع الوش كويس، الجبهه كبيره زي ما قلت، مش عارف ايه كده، مناخيره كويسه جامد مفله. لا طب مروان رابع واحد، اتشهر شخصيه في العالم مش بس في اليوتيوب. الاسطوره. انا عملت كده اكتر من بريجام. وهذه بندريتا الضحكه الجميله والغبازه كمان، شغل عالي. وبندريتا 51. والله حرام يا عم، والله الموقع ده ظالم. وش عريض هري اي كلام، اقسم بالله بقول اي كلام. طيب عارف بندريتا هيبقى كام كده، بس كله هنا في الليسته بيتسجل. خش على بسيط شويه بقى في الوطنيه. فسادس واحد صاحب الافكار الاسطوريه الاسطوره. هو النهارده بالجهاد وادي عبده وتشيرت منتخب. مش بقول لك وطنيه، انا اختي الزر بعمل ايه كده؟ انا في حرب انت لا تعلم عنها شيء. وعبده 80. واو الله عليك يا الاعلى نمبر 1.
لك رسمه وش كويسه، جبهه صغيره، مش عارف ايه، استنى ترين ده مش فاهم. بس في كده من العينين يعني نفل نمبر 1 في الليست خلاص. اللي بعد على طول واحده لسه في مصر، صاحب واحده من اكبر القنوات في مصر اللي بتكون الاكبر، مش عارف المهم، بس بلا شك هو الافيد، مش طبيعي، عنده من كل بستان زهره. حلوه دي والله، الاسطوره. طبعا الصوره دي جايبها من جوجل، مش مرتليش صوره على الانستجرام، وهدي طبعا لازم عذاب بتاع كل مره. ابو زيد 65 مش عارف هو كده دي وكام، بس نتيجه مش يعني وحشه، بس مش اوحش حاجه يعني. الوش عريض بس حجم الراس البتاع ده بيقول لك كلام رسميا. كده ترتيب ابو زيد في الليسته، كله في الليسته امن واحد. بس الاول يعني انا شايف ان انا بهري كتير وبملع الفاضي، ابتديت احس ان انا قلبت على مدحت شلبي سيك. بعد كده نقول الاسم على طول، مش تقليل من اللي جاي والله، بس تقليل من مده الفيديو فاهم، عشان كده الموضوع هيكبر مننا. المهم امن واحد الاسطوره. شوف صوره شوقي وعلى ميسي، الجراح جاي على ميسي يا اسطى. لا ده الأسطورة حقيقي. طب دلوقتي ممكن حد يجي يقول لي بتقيم ميسي ياسطا من بره؟ ايه ميسي فوق التقييم يا ابني، معروفة يعني. شوف بقى البلاي اللي انا بعمله كل مرة ده، مش عارف حاسس الصورة دي ظالمة شوية يعني، صورة مع ميسي لازم احطها. وتقييم شونج هو 61، والله حاسس الصورة ظالمة، بس يعني 61 خلاص مفيش فرصة تانية. مش عارف كده هبقى كام، بس يعني مش محتاج اقول لك اللي 9-1 الأسطورة. طب يلا يا شباب، عندنا محقق جمال بايخ بايخ، معلش خلاص مش لازم، خلاص انت قاتل المتعه يا اخي. ادي الاسطوره اوبلز، صوره جميله، ابتسامه جميله، وتخيب الاسطوره اوبلز هو 72. الله عليك يا ابني، 72 انت كده كام التاني؟ مش عارف، بس والله تخيب جامد ويستحق اعلى كمان. بص الصراحه مناخير كويسه للفوش، بس نفس الوقت مناخيره طويله، يعني هي كويسه والله، مش ناقصه مزاوله يا عم. المهم مش هحط مؤثرات صوتيه. اليوتيوبر العاشر بما ان ده رقم مميز فلازم نخلي الشخص مميز، فهنضيف شويه العنصر النسائي في الفيديو تمام. فالعاشر واحده الاسطوره. دي اول مره اثر فيميل، دي نور، هلا انها بنت ممكن يخليها اعلى تقييم، مش عارف ايه دخل، بس ده جه في دماغي. هتشوف هو تقييم نور ستارز هو 62 يا اسطى، ازاي؟ يقول لك الفيستا سمته وحشه والبق صغير بالنسبه للمناخير، اي هبل. فيديو ترفيهي، فلازم نمشي. خد استنى، كان بيقولوا ايه؟ مش عارف والله كان بيقول ايه، بس يعني انا خليك ورا منها لغايه الاخر. فهو تقريبا هي دي فالليسته. تشوف ترتيب من الستارز كده كام؟ يا نهار ابيض. الدور بعد كده مش عارف كام، 11 تقريبا، اسطوره الاساطير. خبازه بص، اقسم بتاع البتاع ده كان مرسوم على وشه هو. طب انا اعرفها ازاي دي اصلا؟ ليه بتعطيه مواقف مش لذيذه؟ انا اعتبر ان هي هنا. والله العظيم انا اسف. ابو عابد وهو 65 شويه والله يا عم، والهيل والله الحق. بص بيقول لك رسمه الوش كويسه، انا قلت لك هو البتاع تحسه مرسوم على وشه وكده. ابو عابد ده ترتيبه في الليست، يا نهار ابيض شويه. ابو عابد اكتر من نور ستارز، مش قصدي حاجه يعني، بس طبعا الدور بعد كده خلاص مش هنقول ارقام عشان انا بنسى. الاسطوره. طيب عدنان بيقول لك دلوقتي الفرق بين عيله وعيله كام سنتي؟ بايخ برضه، عارف. تقييم محمد عدنان هو 63، ازاي يا اسطى؟ والله توقعت اكتر من كده يا عم. جبهه كبيره ووش عريض، اياب. 63 محمد عدنان. نرجع بقى المصري شويه، وبما اننا بنرزع فهنجيب اسطوره الرزع. صوره كبيره يا اسطى، الصوره مش نافعه، دي صوره غيرها. ايوه الصورة، يا نهار اسود على الكواليتي، يا نهار اسود. سيبناش يا عم مروان، دي ايه بقى؟ يا نهار اسود على الكواليتي يا اسطى، مشي دنيتك بقى يا اسطى. يا اسطى مالك؟ صورته اهو في بي ان والبدله يعني مش احسن من كده. يا نهار اسود اللي بعمله يا اسطى، بتعتني يا اسطى. كهرباء قطع يا نهار اسود. تسجيل متحف الصيان دي الام. طيب زي ما شوف للاسف حصل مشكله فنيه تاني، مش عارف ايه والله. الحمد لله التسجيل اتحفظ، بس يعني اخر لقطه ما حسبتش، فاللي هيظهر انا بس مش هيظهر تسجيل الشاشه. وشكرا. تقييم مروان سري اللي تعبنا 57، تستاهل يا اسطى عشان انت مالكش صور، تستاهل 57 يا نهار اسود. ده كده اقل واحد مروان سري في الليسته.
ترتيبه عبد الله التسجيل ما اتمسحش عبد الله. فدول رجع وركب اخر حاجه وصلنا عند مروان سري وشفنا التقييم. فاللي بعده اللي بعده قلنا ابو الصحاب الاسطوره ايش الجزار الفل عليه يا دوك. تقييم الدوك هو 49 كهرباء الشاشه وش وكانش حلو عليه يبقى كده لا اكتر من كده طبعا حرام. بيقول لك رسمه فيس وش كويسه بس يعني ايه بكتوريه دي النيل على التعليم المجاني جامعه كبيره يا دي النيل ترجم كله مره واحده بقى المسافه دي يعني الالف كبير بالنسبه للوجه الفم صغير بالنسبه للقلب يعني الدوك بتاع مننا ماشي. المهم ده ترتيبه في الليست. بعده أكبر وأدم يوتيوبر كروي في مصر الأسطورة دي بروبا. طبعا احنا جايبين صورته مع الدوب بتاعه ياسطا. تقييم الأسطورة تسوحي هو 76 يو ار بريتي انت جميل زي اللي حط لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان كل فيديو جديد في القناة دي انت اجمل واحد. جبهة صغيرة العين قريبة من بعض او مش عارف والله والمناخير كويسة بالنسبة للوش يعني زي الفل. عمرو تسوحي راجل فل الا المهم ده تقييم في الليستة مركز تظن في التلاتة الأوائل تقريبا. طيب اللي بعده الدوب بتاعه على طول الأسطورة كانسل نفس الصورة طبعا أتمنى أتمنى إن واحد يشوف الفيديو ده عشان يشوف فيه هيطلع أكتر هيطلع أحسن. مثلا عمرو الصحي يغلط في الإجابة فيقول له طبعا يتكلم معاه يقول له ما تتكلمش أنا أحسن منك أحلام العصر. تقييم مرعي هو 60 يا نهار أبيض يا مرعي. عمرو الصحي فرق كام؟ فرق 16 والله شويه والله حرام والله بجد. بس طبعا احنا خلاص عارفين الموقع ده اي هبل وخلاص. المهم ده تقييم في الليست تحت عمرو الصحي كام مركز مش عارف. وبعد كده كبارة بتاع اللمه دي الاسطوره عندك ده كده الصوره كام ولغايه دلوقتي انا مش عارف اظبط ام الصوره دي. تقييم مادي هو اوف 87 ده على واحد على واحد صح وربي مستحق. وايه وادي الليسته تقريبا مش عارف هو يا اما الاول يا اما الثاني مش هيطلع منهم. اللي بعده اكتر واحد نفسي يرجع لليوتيوب واكتر ناس اللي بحبها في اليوتيوب وفي السينما الاسطوره شوف الباص شوف الباص النجم يا ابني والله. وتقييم يوز هاري سلوش راح في تقييم يوسف عثمان 69 اقسم بالله ظلم حرام والله. الوش عريض ازاي ده ازاي وش ازاي ده كده عريض للاسف ده كده ترتيبه في الليسته. بعد كده واحد من التيم اللي غيروا شكل اليوتيوب في مصر الاسطوره يا بقى على طول بيقولوا ان هو كاريزما هنشوف يا عم الكاريزما. تقييم يا هو يا رسمت 46 يا اسطى ازاي تخيل يا يشوف الفيديو ده ازاي يا اسطى. ترجمه 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 مش لسه بتحاول بقى. وجه واسع اجابته صغيره طب بديها حلو مسافه ضيقه بين العينين انف جيد للوجه انف طويل جدا بالنسبه للوجه مش عارف ازاي يعني هو انف كويس ولا انف طويل ولا حرام. للاسف كده دي الليسته تقريبا 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 هو الاخير او قبل الاخير طبعا يعني اللي بعده مش محتاجه الصوره انا اعتبرها دي همشي الدنيا. وتقييم صافي هو 68 اكتر ب 20% من نياي واو. فدي القائمه النهائيه ده الترتيب كله هو من اول خالص لتحت. هل انت شايف ان في حد مظلوم؟ انا تقريبا شايف ثلاث ارباعهم ثلاث ارباعهم بيهم ثلاث ارباع بس اللي واخدين حقهم والباقي مضروبين بالجسم بس يعني اللعبه في الاخر. طيب انا قلت لك اخر حاجه بس انا كنت بضحك عليك دلوقتي انا جبت لك الاسطوره احسن واحد في اليوتيوب انا ماليش نفس ولا ايه؟ بقى ايه لازم اظبطها بالسنتي ده معلش ده صلاه حبيبي طبعا هتحددني في الاخر عشان ابقى جاي ومعايا دليل الموقع ده بيقول اي كلام فهو اديني نسبه قليله كده كده عادي يعني احنا عارفين ان هو بيقول اي كلام دي خط. وانا كام؟ 75 الله الله وربي حلو وربي كمان حلو قوي الناس الناس واخده على عينها 75 ده رضا انا راضي يا عم الله لو حطيتني في الترتيب مش بحق ولا ايه؟ ايه يا اسطى فاهم اهو بص انا كده في المركز الاولى بص مش عارف ممكن الرابع او الخامس حاجه كده عسل. طيب كده بتاع الفيديو لو حابب نعمل من الفيديو ده جزء تاني ونجيب بقى اليوتيوبرز لان اكيد مش هم دول بس اكتب تحت في الكومنتات وانت نازل بالمره بقى اشترك في القناه وحط لايك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد في القناه دي باذن الله باذن الله باذن الله كوميديات جامده بس.